اهلا بكم في فيديو جديد مع مهندس الديكور لميا حسن. تعالوا النهارده نتكلم عن علاقه طاقه المكان او علم الفينج شوي بالديكور، وهنبدا بمجموعه الفيديوهات بتاعتنا بغرفه النوم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير وتدعموني بكومنت، ويلا نتكلم عن ايه هو الالوان المفروض نختارها لغرفه النوم وتدعم طاقه الهدوء والسكينه اللي احنا محتاجينها اثناء النوم، وتبعد بينا عن طاقه الحركه والنشاط اللي احنا مش محتاجينها خالص واحنا نايمين، عشان ننعم بنوم هادي ونبتدي يوم جديد بطاقه ايجابيه وطاقه جيده. اول حاجه في الالوان ان احنا نختار الالوان الهاديه، واللي هي بيسموها الوان البشره، فهي اي لون ليه علاقه بالبشره فهيكون بكل انواع بقى البشرات من الفاتح للغامق بيكون مناسب لغرفه النوم. طبعا زي البيجات كلها، زي الابيض، زي السيمون الفاتح خالص الهادي، والروز برضو الهادي جدا، بلاش الروز الغامق يعني. وكل الألوان دي بتبقى مميزة في غرفة النوم وبتدينا راحة نفسية كبيرة. الألوان اللي نبعد عنها هي اللون الأزرق، لأنه طاقة لون المية، لأنه طبعا لون كله طاقة وكله حركة ونشاط. كمان اللون الأسود لون كئيب ومفيش داعي خالص نحطه أساسا في البيت إلا بنسب قليلة جدا، ويعني ما ينفعش نحط دولاب أسود، سرير أسود، ده يعني مع الزمن فعلا بيأثر على الطاقة الإيجابية اللي احنا محتاجينها وبيبدلها بطاقة سلبية. اللون الاخضر من الالوان الحلوة جدا في اوضة النوم، وفعلا مريحة جدا نفسيا، وبتبقى يعني لو احنا مثلا خدنا اكسسوارز باللون الزيتي الغامق، لو احنا حطينا البيلوز والكفر شيت وسوري واللحاف باللون الغامق برضو دوت بالاخضر الغامق، او زي ما انتوا تحبوا طبعا اي حاجة، كل دوت بيبقى مناسب جدا لغرفة النوم. من الالوان اللي هي ما بنفضلهاش نهائي خالص في غرفة النوم اللون الاحمر. في ناس كتير قوي بتحب اللون الاحمر في اوضه النوم، وده فعلا مش كويس خالص في اوضه النوم. الاحمر والاورنج وحتى الاصفر برضو نبعد عن الالوان دي خالص في غرفة النوم تماما، لان دوت فعلا بيبقى مزعج جدا وبيثير الاعصاب، ودي الوان احنا المفروض نحطها بحكمة عالية جدا لو احنا عايزين نحطها في البيت، لانها فعلا بتثير الاعصاب. يعني مثلا الالوان دي ما بنلاقيهاش خالص عند في عيادات النفسية او في المستشفيات حتى، لان الطاقة بتاعتها ما بتبقاش مناسبة خالص للبيوت ولا الاماكن اللي محتاجة هدوء وراحة نفسية. بعد كده هنتكلم عن اماكن وضع السرير بالذات، يعني ازاي نفرش الموبيليا بتاعت اوضة النوم. وطبعا اهم عنصر هنا هو عنصر السرير، لانه مساحته طبعا بتبقى كبيرة، فأهم حاجة في وضع السرير انه ما يكونش مواجه مباشرة لباب الدخول. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون في الحيطة اللي مواجهة للباب، انما لما نبقى نايمين ما تبقاش رجلينا عمودية على الباب، انما ممكن تبقى بعيدة عن الباب شوية في المدخل بتاعة أوضة النوم. كمان ممكن ان احنا لازم اقصد سوري ان احنا نتفادى تماما ان هو السرير يبقى تحت الشباك، لان برضو الشباك فيه طاقة حركة ودوت مدخل من مداخل الهواء والطاقة في البيت، فما فيش داعي خالص ان احنا نحطه تحت الشباك. برضو ما نحطش السرير في نفس الحيطة اللي فيها الباب. ليه؟ لان احنا المفروض ان احنا واحنا نايمين على السرير نبقى حاسين ان احنا يعني شايفين كل حاجة داخلة من الباب، فبتبقى عندك طاقة هيمنة كده في الغرفة، فبتنام بهدوء واسترخاء. انما علشان تدي ظهرك للباب وانت نايم فدوت برضو مش
مطلوب نهائي، لان دوت بيبقى مفتقد الدعم، اللي بيعمل كده بيبقى مفتقد الدعم في حياته. فخلينا نحط السرير في مكان مناسب ونبعد بيه عن نفس الحيطة اللي فيها الباب. برضو لازم نقفل الأبواب كلها وإحنا نايمين بتاعة غرفة النوم، على إن دوت بتبقى بتساعد أكتر على الهدوء. حتى لو كان في باب دريسنج أو باب حمام برضو بنقفله في وإحنا نايمين. برضو نفس معاملة الباب الحمام أو الدريسنج بيبقى نفس المعاملة في علاقته بالسرير. فعلى الأقل ما يبقاش وإحنا نايمين لغاية آخر رجلنا ما يبقاش ليه علاقة بالباب، يعني الباب يبتدي بعد الحتة دي. برضو بالنسبة للمرايات ما بيفضلش نهائي إن إحنا نحط مرايات في غرفة النوم، وإذا ما كان لابد إن إحنا نحط مراية فبتبقى في الحيطة اللي فيها السرير والكومود، يعني ممكن تبقى جنب الكومود أو فوق الكومود لو مش هتعكس صورتنا وإحنا نايمين. يعني الفكرة إن صورتنا وإحنا نايمين ما تجيش في المراية، لأن المراية كلها طاقة حركة طبعا زي ما إحنا متوقعين يعني وعارفين. بعد كده برضو وضع السرير وإحنا نايمين ما يكونش وضع السرير ما يكونش في ظهر التواليت، القعدة بتاعت التواليت، يعني نبعد عن الحيطة اللي فيها التواليت لأن دوت مش كويس خالص. ودايما نقفل برضو الباب الحمام علشان بتبقى فيه طاقات سلبية كتير جاية من الحمام. السرير بقى نفسه لازم برضو نبعد عن فكرة ان السرير يكون لازق في الحيطة، فدوت مش كويس خالص ان احنا نلزق السرير في الحيطة. السرير لازم يكون محطوط في مكان شماله قد يمينه، ده افضل حالة لي، يعني يكون في بالانس بين الشمال اليمين والسرير ويمين السرير. ومثلا لو هنحط كومود شمال هنحط واحد زي يمين، ولو مش هنحط كومود لو احنا في اوضه حد بينام لوحده فممكن نحط حاجه توزن قدام الكومود الناحيه التانية. بالنسبه للوحات اللي احنا هنحطها برضو نبعد عن اللوحات اللي فيها ورد واللي فيها عناصر الطبيعه كلها، لانها كل ديت برضو بيبقى فيها احساس بالحركه والنشاط. نبعد عن الحاجات اللي فيها برضو ان احنا ما نحطش ولا لابتوب ولا تلفزيون ولا الادوات الرياضية المشايات والحاجات اللي احنا بنحطها في اوضه النوم، كل دوت مش مناسب. طبعا انا بتكلم عن الحالة المثالية، انما في ظروف ساعات بتضطر الواحد ان هو يعمل كده. برضو تحت السرير ما فيش داعي خالص ان احنا نحط اي تخزين، لان الطاقة الراكدة اللي جوه الحاجات المخزونة تحت السرير دي بتتعبنا في النوم وما بتبقاش كويسة نهائي. فكل دوت احنا لما بنعمله وبنرعيه بيدينا اكتر احساس بالراحة والهدوء في غرفة النوم. يبقى السرير بتاعنا هيبقى تقدر تدخله من الجانبين مش من جانب واحد، وما نحطش برضو زرع طبيعي في اوضة النوم، يعني لو لابد من اللون الاخضر كزرع او ديكور فممكن نحطه صناعي، بس طبعا نختار حاجة شكلها شبه الطبيعي بالظبط. نرجع تاني للألوان بشكل عام، الألوان في غرفة النوم، لأن السؤال ده بيجيلي كتير جدا. الألوان عموما بتبقى بنحط اللون المحايد، بيج، أبيض، رمادي، الألوان المحايدة دي كلها. وفي الأكسسوار اللي ممكن نغيره مع الوقت زي مخدات، زي ستارة، زي لحاف بطانية، كل دوت هو اللي بنحط فيه اللون. إنما أي حاجة تانية يفضل إنها تبقى لون محايد، لأن اللون المحايد بيبقى مريح وبيدوم طويل في الديكور، ما بنحتاجش ان احنا نغيره وما بنزهقش منه وما بتتغيرش عليه الموضة، بيفضل موجود. فخلينا في الالوان المحايدة، والاكسسوارات بس هي اللي بنحطها بالالوان اللي احنا حابين نضيفها في اي ديكور وخصوصا في غرفة النوم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، وكنتم مع مهندسة الديكور لميا حسن. تابعوني في القناة بتاعتي انتيريور كونيكشن اللي مختصة بكل ما يهم الديكور و
التشطيبات علشان كل بيوت العرب تبقى جميلة. إلى اللقاء.